أما في الأردن، وبينما كان مجلس النواب يناقش في جلسة خاصة أسعار المشتقات النفطية وخفض أسعار السلع الأساسية، نفذ ممثلو النقابات المهنية وأحزاب المعارضة اعتصاما أمام مبنى البرلمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية. عماد العضايلة كان هناك. أمام مجلس النواب الأردني الذي أمسى رضا المواطن عنه أمرا جدليا أقرب لرفضه، تجمعت النقابات والأحزاب الأردنية مطالبين بإسقاط حكومة سمير الرفاعي، ذلك وقد سبق هذا الاحتجاج يوم غضب شعبي أردني يشجب الحكومة وسياساتها الاقتصادية. بكسي ذلوا بكسي عار، بكسي ذلوا بكسي عار، باعوا الأردن بالدولار، باعوا الأردن بالدولار. نريد حكومة ممثلة بالرئيس حكومة من طبقة الشعب وليس من الطبقة الفوق مخملية الذي أتى منها دولة الرئيس. إحنا منشارك كلنا، كل فئات المجتمع صغار وكبار، من أجل هذا الظلم الواقع على شعب الأردن. وهذا الظلم طبعا إحنا منعاني منه من حوالي أكثر من سنة، والأسعار في ارتفاع. أما بالنسبة لمجلس النواب الأردني الذي وصفه المواطنون بصاحب القرارات المحابية للحكومة، فقد قرر المتظاهرون بأن يدفع المجلس ثمنا تجلى بحله، ثمن ربما يطفئ نار غلاء الأسعار عليهم. أرجل منهم هالكوتات، أرجل منهم هالكوتات، نواب الأردن أموات. في الوقت الحاضر ما في ما يوجب نطرح الثقة في الحكومة، لأنه الحكومة عمرها شهر ونص من منحها الثقة، وبالتالي لم تأخذ فرصتها حقيقة. هذه مطالب حقيقة بالإقالة، وإقالة فقط لا، يعني لابد ما يكون هناك أسباب حقيقية وراء هذه المطالب. المطالبات بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة كانت بنظر المتظاهرين حقوقا شرعية لم يعززها فقط ارتفاع الأسعار، بل سلسلة من الأخطاء والتجنيات الحكومية كالخصخصة والضرائب ووضع المواطن ككبش فداء يقي الحكومة ارتفاعات الأسعار العالمية. مطالب شعبية حزبية ونقابية ليس لها ثان أو بديل، تجلت بإقالة حكومة الرفاعية عن كرسيها، وحكومة لم تتضح بعد أي ملامح لردها، وإلى ذلك الحين يؤكد الأردنيون حقهم بمطالب الإقالة التي يكمن فيها بيت القصيد في حياة بلا إرهاقات اقتصادية ما عادت محتملة. عماد العضايلي، NBC، عمان. وليس بعيدا عن عمان، في إسرائيل ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي